من جانبه أكد الإعلامي والمحلل السياسي عبد الله المطوع من دولة الإمارات العربية المتحدة أن التقرير الأوروبي لا يستند إلى حقائق واقعية. ما تشهده مملكة البحرين تحت قيادتها الرشيدة وشعبها الشقيق إنجازات عظيمة تفخر بها منظومة دول مجلس التعاون الخليجي وعربياً إنجازات عديدة ورائدة في مجال حماية حقوق الإنسان التي حقيقة أرساها ملك البحرين بدعائم دولة عدالة والقانون وتعزيز أسس الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي. ما صدر حقيقة التقرير الأوروبي هو كان مستنكرا حقيقة من قبل المنظمات العربية والخليجية، لأنه لا يبني على حقائق واقعية لما هو الواقع في مملكة البحرين الشقيقة. مملكة البحرين الشقيقة لها نهج إصلاحي شامل أطلقه جلالة الملك محمد بن عيسى يعني في عند تولي الحكم في البلاد عام 1999. منذ بداية هذه كانت مرحلة تاريخية ومهمة في مسيرة المملكة البحرين، رسخت خلال هذه السنين حقيقة أسس ومبادرات وخطط كانت واضحة، هدفها الأساسي هو حماية حقوق الإنسان وحفظ كرامة وحرياتها الأساسية التي كفلها الدستور البحريني وميثاق العمل الوطني والقانون والقوانين المتعددة حقيقة التي كانت تهدف من مرحلة إلى مرحلة تعزيز حقوق المواطن والمقيم وكل الأطياف التي تعيش على أرض مملكة البحرين.